اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. هعمل النهارده جمبري بالخضار وهعمل معاه شوربه بطاطس بالهوت دوج. نشوف الطريقه والمكونات، يلا بينا. جمبري بالخضار، المكونات: فلفل الوان، كوسه، زبده، شطه، كمون، ثوم، وجمبري وسط بالديل متنظف. هحط الطاسه على النار تسخن كويس، وهاخد الفلفل، هاخد نقول واحده من كل لون، لان انا بعمل طبق واحد. لو هنعمل كميه اكبر هستعمل فلفل اكتر من كده. هنشيل الابيض ده، تمام. انا ابتديت بالفلفل لان الفلفل هو اقوى مكون، فهو اللي هياخد وقت على النار شويه. هحط معلقتين زبده، وهقطع الفلفل بسرعه، هنحط نقطة من الزيت عشان الزبدة ما تتلسعش. هاخد الفلفل أول حاجة، ومعاه الثوم. هاخد الاتنين كوسة، أقول لحضراتكم دي ما بتترميش، دي بتتاكل طعمها حلو جدا. اللي بس هتقطع الحتة اللي فوق هنا، وبعدين هقطعه كده، عاوز اقطعه زي الفلفل. بس عايز اقول لحضراتكم حاجه، واحنا بنقطع الكوسه هنقطعها اتخن شويه من الفلفل، لان الكوسه اضعف من الفلفل فمش هتستحمل النار كتير. يعني هقطعها برضو بالطول كده لكن اتخن شويه من الفلفل. بعد ما هقطعهم بالطول كده عشان اخلي مقاسهم، حرك بس الفلفل كويس هنا، بعد ما هقطعها بالطول هقسمها بالنص عشان تبقى نفس طول الفلفل. اقطع كده، وبعدين في النار في الطاسة يعني. طبعا الحار زي ما حضراتكم تحبوا، والكمون، قلب كويس ما ننساش الملح. هحط الملح على الخضار، هحط معلقه صغيره من الملح على الخضار، ومش هحط حاجه على الجمبري عشان مش عايزه يحصل ان هو ايه يتسحب منه المايه اللي فيه علشان ما ينشفش. كده هقلب كويس، هوسع بقى في النص كده مكان. هاخد الجمبري دايما ننظف على طول واحنا بنطبخ علشان ما يبقاش في حاجه لازقه في البوتاجاز مكان اي حاجه وقعت. الثانيه دي مش هتاخد حاجه، بس المهم ايه، حتى واحنا بنطبخ نبقى واقفين كده البوتاجاز شكله كويس، يفتح النفس على الطبخ. نوصل بقى الجمبري كده لحد قاع الطاسه علشان يبتدي يستوي. نبعد حتى الخضار، خلاص الخضار استوى. وطبعا درجه سوى الخضار دي راجعه لحضراتكم، الجمبري هو اللي لازم نسويه. هنزود شويه كمان من الزيت، انا عندي زبده بس هزود زيت، كفايه زبده كده، لان الطاسه الخضار الكتير الكوسه بتشرب كتير، والفلفل اخد شويه. نقلب بقى كل الجمبريه واحده واحده دلوقتي علشان برضو تاخد سوى، والجو هوا شويه فالنار مش حاميه قوي. نقلبهم واحدة واحدة كده في مكانها علشان تفضل موجودة، تفضل ملامسة لقاع الطاسة. هياخد وقت قد ايه على الناحية التانية؟ اعتقد اقل من دقيقة وهيبقى استوى، لان هو انا سبته شوية على الناحية الاولانية، فتقريبا
90% منه استوى او يعني 80% تقريبا، والباقي على الناحية التانية. دي ناخد طبق بقى كبير كويس ده. وعلى طول يتحط في الطبق بالراحة كده. ده مش محتاج يتزوق خالص، ده يتحط عليه بس شوية من الخضرة. عندي خضرة هنا، عندي ونحط معاه فلفل حار. يبقى اول طبق كان جمبري بالخضار. هطلع فاصل وارجع اعمل لحضراتكم شوربة بطاطس بالهوت دوج. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت من الفاصل، عملت الاول جمبري بالخضار، هعمل دلوقتي شوربة بطاطس بالهوت دوج. المكونات: بطاطس مسلوقة، كريمة لباني، هوت دوج مسلوق، بصل، كرفس، مرقة وزبدة. طاسة على النار، وهاخد البصلة دي اقطعها. هنستعمل خلاط او هاند بلند، اللي هو خلاط اليدوي او خلاط البيت اللي موجود ينفع. هنصغرهم بس شويه عشان وقت لما اجي افرمهم يبقوا سهل. احط البصل ومعاه الكرفس، هقسمه نصين بس. والمرقه، واحط معلقه او اتنين، معلقتين زبده. دي معلقه ودي التانيه. هناخد زيت علشان مفيش حاجه تتحرق. هاخد معلقه من الفلفل الاسود حسب الرغبه، هدوبهم كده واحده واحده. هستعمل ميه طبعا لان انا محتاج ازود كميه الشوربه، فهحط لها ميه. هاخد الهوت دوج برضو. الهوت دوج بقى يتحط من بدري هنا مع البصل عشان يدي طعم. ممكن نستعمل بيف بيكن، ممكن نستعمل بسطرمة، ممكن نستعمل اي حاجه لحمه. طبعا يفضل لو مش عاملين نظام غذائي البيف بيكن بيبقى فيه شويه من الدهن، فهنقلل الزبده وهنستعمل هناخد الدهن اللي موجود فيها. عايزين معلقه خشب او ايوه. محتاج بقى ان انا اخلي الهوت دوج يتشوح سنه عشان ينزل الطعم اللي فيه ويبقى كل حاجه تمتزج مع بعض. هاخد البطاطس وبرده اقلب تاني ونسيبها دقيقتين ثلاثه كده على النار لحد لما تتشوح سنه وكل المكونات دي ايه تتخلط مع بعض كويس وكل حاجة تشرب من طعم التاني. يعني كل حاجة، كل نكهة مكون من المكونات يدخل معاه المكون التاني. هضيف دلوقتي الكريمة اللباني ونزود تقريبا كوباية مية. اعتقد دول يكفوا فردين. كوب من الماء، المية جنبي لو احتجت ازود. غالبا هزود تاني لان بعد ما هتتضرب دي البطاطس هتتقل، يعني القوام هيبقى تقيل شوية. فهبتدي بالصغيرة يعني بالسرعة البسيطة البطيئة من فوق لتحت كده. ما ندوس على الزرار غير لما يبقى الخلاط غطسان في السائل علشان ما يطلعش مية او ما يطلعش اي حاجة بره الحلة. وبعدين نزود بقى السريع.
زي ما قلت لحضراتكم لما البطاطس هتتفرم هتتقل هيبقى قوام تقيل، فهزود ميه تاني وبعدين ممكن ابتدي بقى ايه اظبط ملح وفلفل، بس المهم ان انا اوصل للقوام اللي انا عايزه. هي كده بقت ايه، بقى صوص محتاج يزيد ميه تاني. مجرد ما هتبتدي تبقلل اول ما اعود بقولتين هشيلها، هقفل بقى عليها الحله واسيبها تبقلل كده شويه. اول لما تبتدي تبقلل كده خلاص مفيش داعي خالص ان احنا نسيبها تغلي، يعني نسيبها تسمر اه، بس هي كل حاجه امتزجت كل حاجه دابت مع بعض. طلع الشوربه على طول كده، نحط شويه من الخضره، ليمونه خضره، عندي هنا شويه من البصل الاخضر برضو للتزويق، قطعه طماطم صغيره، واخر حاجه شويه من زيت الزيتون عليها. يبقى اول طبق كان جمبري بالخضار، تاني طبق شوربه بطاطس بالهوت دوج. الف هنا وشوفوا، اشوفكم في حلقه جديده.